مراسم حفل التكريم جرت بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات والدرك الوطني، وقائد الناحية العسكرية الأولى، والمراقب العام للجيش، ورؤساء الدوائر، ومديرين مركزيين ورؤساء مصالح بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. خلال حفل التكريم حرص السيد الفريق في كلمة له أمام الحضور على التأكيد أن إشرافه الشخصي على مراسم هذا الحفل الرمزي هو دليل قاطع على إيمان القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بقدرات رياضيها العسكريين وإرادتهم الصلبة على تشريف الوطن في المحافل الدولية. إن حضوري بينكم اليوم وإشرافي الشخصي على مراسيم هذا الحفل الرمزي المقام على شرف الفريقين الوطنيين العسكريين في اختصاص الفصيلة المحمولة جوا وفي السينو التقني هو دليل قاطع على إيمان القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بقدراتكم وإراداتكم الصلبة النابعة من حبكم للوطن وسعيكم الدائم والحثيث إلى تشريفه في المحافل الدولية لكونكم تشكلون فريقين شابين صادق الوفاء للجيش وللوطن. ذلكم هو الحس بالواجب الوطني بل حس المسؤولية الذي نعمل دوما على ترسيخه في أذهان أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بكافة فئاتهم ورتوبهم. السيد الفريق تقدم بهذه المناسبة لأعضاء الفريقين بتهنئة الحارة نظير الجهود المضية التي بذلوها خلال هذه المنافسة العسكرية الدولية، حثا إياهم على التحلي بخصال النزاهة والإخلاص وتقديس العمل والوفاء للوطن من أجل المضي قدما نحو تحقيق نتائج مستقبلية أكثر تميزا. وعلى إثر المشاركة المتميزة للمنتخب الوطني العسكري في اختصاص الفصيلة المحمولة جوا في فعالية الطبعة السابعة للألعاب العسكرية الدولية التي جرت وقائعها بروسيا من 22 أوت إلى 4 سبتمبر 2021، يطيب لي أن أتقدم لكم باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بأحر التهاني نظير الجهود المضنية التي بذلتموها خلال هذه المنافسة العسكرية الدولية من أجل تحقيق نتائج مرضية شرفتم بها أنفسكم وشرفتم الجيش الوطني الشعبي والجزائر، وهو إنجاز مشجع تستحقون من أجله كل عبارات الثناء والشكر. كما لا يفوتني أن أتوجه بذات المناسبة لأعضاء المنتخب الوطني العسكري السنو التقني ولكافة الإطارات والمشرفين على تنظيم المسابقة العسكرية الدولية السنو التقنية الصديق الوافي لسنة 2021 التي احتضنتها الجزائر لأول مرة في إطار الألعاب العسكرية الدولية المنظمة سنوياً بفيدرالية روسيا، بأحر التهاني وأصدق التشكرات على الجهود المضنية المبذولة من قبل الجميع من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي العسكري الدولي، لا سيما فيما يتعلق بإنجاز مركز التكاثر والتكوين السنو التقني للدرك الوطني ببينام في ظرف قياسي، حاثا إياكم على السهر على الاستفادة القصوى من تنظيم هذه الدورة لأول مرة ببلادنا واستخلاص العبر والدروس
وتدارك بعض النقائص المسجلة تحسبا للتنظيم المحتمل في السنوات المقبلة لدورات أخرى في هذا التخصص أو في تخصصات أخرى. في الأخير لا يسعني إلا أن أحثكم جميعا على التحلي بخصال النزاهة والإخلاص وتقديس العمل والوفاء للوطن من أجل المضي قدما نحو تحقيق نتائج مستقبلية متميزة أكثر تتوافق مع طموحات جيشنا الهادفة دوما إلى تحقيق أفضل النتائج على الصعيدين الوطني والدولي، وتؤكد قدراتنا كجزائريين على حفظ هيبة الوطن الغالي وعلى منحه المكانة المرموقة التي يستحقها بين الأمم والشعوب. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. في نهاية هذا الحفل أخذت صورة تذكارية جماعية تخليدا للحدث.